طيب نكمل مع بعض. حندخل الآن في عالم البي او اس بعد ما خلصنا من عالم الاس او بي. الموضوع كتير بسيط لأنه نفس الفكرة. هو بيقول لي هنا طبعا هذا بالهال نفس القوانين اللي استخدمناها في الثري فاريبل اس او بي كيما هنستخدمها في الثري فاريبل بي او اس كيما. نفس الشيء، الاختلاف فقط عندنا في عملية reading the term وعملية الصمم بس. تعال نعطي مثال هنا. أول شيء لاحظوا معي في هاي الكيماب، لكن دير بالك هاي بي او اس كيماب. في البي او اس كيماب حنطلع لمين؟ الأصفار وليس الوحدات. حنعمل جروبينج لمين؟ الأصفار وليس الوحدات. هاي شغلة. الشغلة الثانية البنية تاعتها هو طبعا الهيكلية تاعت الكيماب كما هي. لكن عملية قراءة يعني الصفر هنا بيساوي مين؟ السي وليس السي بار في حالة الاس او بي. الواحد هنا اللي هو بيساوي السي بار. لما بقول هنا صفر صفر طبعا حرف مثلها يصير ايش؟ اي زائد بي. هذا في البي او اس. تذكر معي لما عملناهم في التروث تيبل. الصفر واحد هنا هيعطيني اي زائد بي بار. الواحد واحد هيعطيني اي بار زائد بي بار. الواحد صفر هيعطيني اي بار زائد بي. هذا مهم، بس هالاختلاف بينه وبين انما عملية قراءة حتكون نفس الشيء. تعال نطلعها. مثال عندنا هنا في الجروب هاي اللي مكونة من صفر واحد. حقرا هيك ايش حشوف؟ سي بار، هي السي بار. بعدين تنساش حنضيفها تصير جمع. هل حيصير عندنا هذا؟ بنشوف هيك شوف مين؟ اي زائد بي بار، فصارت عندي اي زائد بي بار زائد سي بار. هذا اللي طلع معنا هيك عملية القراءة زي ما احنا شايفين هان. تعال نطلع على الرسمة هان. هذا البي او اس كيماب، ثري فاريبل كيماب. لاحظ معي هذا الجروبينج فيها اثنين زيروز. فلما اقرا زي هيك حيعطيني مين؟ سي بار. طبعا تنساش مين؟ الزائد، لانه هذا بي او اس. فاطلع زي هيك عندي هنا اي زائد بي بار. وهنا عندي اي بار زائد بي بار، مين بروحوا مع بعض؟ الاي بار مع الاي، شو بصفي عندي؟ البي بار. فهي الناتج عندي بي بار زائد سي بار. هذه عملية قراءة البي او اس 3 فاريبل كيماب. تعال نشوف موضوع الصمم، وهذه نقطة مهمة. لاحظ هنا أنا عندي مجموعتين، المجموعة اللي بالأحمر والمجموعة اللي بالأورنج. المجموعة اللي بالأحمر لو أقراها حاجة أطلع هيك إيش هشوف عندنا؟ سي بار. تمام؟ هذا أطلع هاي سي بار. ولما أطلع هيك إيش بشوف؟ A بار زائد B بار، وهنا A بار زائد B. B بتروح مع B بار، شو بصفي عندي؟ A بار. فA بار زائد سي بار. واضح؟ نيجي نقرا مين اللي بالاورنج، لما نطلع هيك عندي هاي السي بار، لما بشوف هيك صارت عندي A زائد B، وهنا عندي A بار زائد B. فبتروح الA بار مع شو بصفي عندي؟ الB. شو حنعمل فيهم؟ حنيجي نقول هنا B زائد سي بار ضرب اللي هو مين؟ A بار زائد سي بار، لأن هذا الفورم تاعه البي او اس 4، ما تنساش الكلام هذا. شوف اختلفت عملية القراءة الصمنج هنا عن مقارنة في الاس او بي. تعال نشوف نفس المثال. اللي بالاحمر حيعطيني A بار زائد C، واللي بالاورنج هنا حيعطيني B. شو بصيروا؟ A زائد C كلها ضرب مين؟ B. يعني الفورم اللي طلع معي برضه ايش؟ بي او اس 4. تعال نحل امثله من هان عشان برضه ايش؟ نوضح الصوره. السؤال بيقول هان get the minimum شو بي او اس. ما دام قال لي minimum بي او اس يعني هطلع على وين؟ الاصفار وليس الوحدات. فالرسم اللي عندنا هان طبعا دير بالك احنا لازم نعدل الرسمه. هي الصفر حتساوي سي والواحد سي بار، صح؟ زي ما احنا شفنا لو في عشان عسلنا في عمليه القراءه. لكن انا مش هطلع على الواحد، هطلع على مين؟ بدي اعبي الاصفار. انا قلت لك الكيماب هذا بصوره ثانيه على التروث تيبل. اذا هعمل جروبنج لمين؟ للاصفار. فصار عندي هاي الجروب الاول وهي الجروب الثاني، خلاص. تعال نقراهم سهل. هاي الجروبينج هنا لما تطلع هيك شو بتساوي؟ سي بار زائد لما تطلع هيك شو بصفي عندي؟ A. فالحد هذا بيساوي A زائد سي بار. الحد اللي هنا السي مع السي بار بروحهم شو بصفي عندي؟
A bar زائد B. فالناتج النهائي تاعت هاي اللي هو الـ most minimized POS حيساوي A زائد C bar مضروبة في مين؟ في A bar زائد B. وهيك احنا بنكون خلصنا. السؤال اللي هذا مكررات هذا تاج معلش مش مشكلة. خلينا احنا او ممكن احنا نضيف يعني شغلة تانية فرضا خلينا نجرب ان احنا ضفنا هنا واحد هاي بالازرق خلينا اعمله نعبله زي هيك ونحلو هذا الاساس. لما نطالب من البي او اس انا لازم اعبي الاصفار وين الاصفار اللي هم غير وحدة صفر صفر صفر. الان بدي اعملهم شو جروبينج. كيف نعمل جروبينج؟ هاي الاثنين الاولانيين والاثنين التانيين اللي هو هاد مع اللي تحت. اوعى تغلط تعمل غير هيك. عايزين نقرا الجروبينج اللي عاملين هيك هدول هم بشوفوا السي بار زائد هذه هيك مع هيك. شو بشوفوا هان؟ بصفي عندنا بي وصلت عندنا بي زائد سي بار. تعال نطلع على المربع اللي هان او المجموعه هاي. هذه المجموعه اللي هان برضه سي بار زائد مين؟ حصفي عندي اي. فصار عندي most minimized POS في الحالة هاي اللي هو شو؟ B زائد C bar مضروبة في مين؟ في A زائد C bar. هذا بالنسبة لي كيف نحصل على minimum POS. موضوع سهل لأنه قريب جدا من SOP. طبعا احنا هنا المراجعة سريعة. إذا عندنا كان معطى الكلام اللي أخذناه given logic circuit وعايز اعملها minimization شو الخطوه بدي اعمل؟ بدي امسك اللوجيك سيركت واجيب البوليان اكسبريشن تاعها. البوليان اكسبريشن تاعها ممكن مباشره استخدم بوليان الجبرا رولز عشان اعمل minimization او استخدم الكي ماب. لكن عشان استخدم الكي ماب لازم احول البوليان اكسبريشن لايه؟ لستاندرد فورم، اما ستاندرد اس او بي او ستاندرد بي او اس. طبعا الامثله اللي هنا هذا هتحلوهم كاكسرسايزز يعني وتشوفوا مره لما سجلنا بالالجبرا كيف طلع معي ومره بالكيماب كيف طلع معي ومين اسرع ومين افضل الى اخره. ندخل في الموضوع الاخير الان او نكمل مع بعض هنا. طيب لو صار عندي 4 فاريبل مش 3 فاريبل مفيش اختلاف مفيش اختلاف كثير، هي فقط عندي نفس الرول نفس القوانين بس عندي حجم الماب اختلف. صارت عندي 4 في 4 يعني عندي صار في 16 خانة وعملية الهيكلية تاعتها نفس الشيء لم تختلف 0 0 0 1 1 1 1 0 وهنفس الشيء دير بالك 0 0 0 1 1 1 1 0. الملاحظات هذا الاليمنت اللي هان وهذا الاليمنت اللي هان adjacent وهذا الاليمنت اللي هان واللي هان adjacent. هذا خلفت معنا كبرت معي شوي. بعدين ممكن ناخذ جروب هنا واحد من الوحدات او اثنين او اربعه او ثمانيه او 16 ممكن ناخذ ايش كل ال 16 حسب المساله اللي معنا. تعال نحل السؤال اللي هان عشان نوضح لنا الصوره. طبعا هو مرسم محلول بس مش مشكله احنا خلينا نوضح الفكره. جيفن البولين اكسبريشن هان شو بدي اعمل فيه؟ طبعا اول شيء بدي احوله للباينري ريبريزنتيشن. هذا صفر 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 صفر. طب ليش عملت هذا اصفار؟ لان هذا الفورم شو معي؟ ستاندرد اس او بي فورم. هنا عندنا 0 1 0 0 هنا عندنا 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0. فاول خطوه باجي هان انا من عمليه مابينج. الان 0 0 0 وين بتيجي هاي؟ 0 0 0 0 هاي الواحد خلصنا هذا. اللي بعديه 0 1 0 0 وين هاي؟ 0 1 0 0 هاي. اللي بعديه 1 1 0 0 وين هاي؟ 1 1 0 0 هاي. اللي بعديه 1 0 0 0 هاي. اللي بعديه 0 0 0 1 هاي. اللي بعديه 0 1 0 1 هاي. اللي بعديه 1 1 0 1 هاي. اللي بعديه 1 0 0 1 هاي. بعدين نيجي على هاي 0 0 1 0 اللي هو وين هاي؟ بعدين 0 1 1 0 اللي هو هاي، بعدين 1 1 1 0 هاي، خلصنا هيك احنا عملنا عملية المابينج على الكيما فور فاريبل كيما. الآن شو نيجي نعمل ايه؟ الجروبينج، هنعمل عملية ايه؟ الجروبينج. في الجروبينج اللي هنا طبعا الثمانية هدول بقدر آخذهم كجروب واحدة،
يعني هاي اول خيار عندي انا طبعا هذا الشيء لازم اخذه. بصفي عندنا الثلاث اللي هنا بنفع اخذ الاثنين هذول مع بعض بنفع، لكن لا وبنفعش لانه في عندي خيار افضل هو مين ان اضيف مين الاثنين هذول مع الاثنين اللي هان، لانه ندير بالك هذول adjacent اعتبرهم شمال. صفى عندي الواحد اللي هان بقدر اخذ الاثنين مع بعض بقدر، لكن مش صح لانه ممكن انا كمان اضيفه في مجموعه اكبر يعني من الوحدات فيها اربعه بدل ما يكون مجموعه فيها اثنين، لانه هذا حيفرق عندي في عدد الفاريبل اللي في التير. الان نيجي على موضوع القراءه كيف نقرا المجموعات او اللي هم الجروبس. اول واحد اللي باللون الاحمر مباشر بما انه انا جايب هذول كلهم بلغوا بعض، صفى عندي مين سي سي بار دي بار وسي بار دي، مين بصفي عندنا سي بار، فاش طلع عندنا سي بار. نيجي على اللون اللي بالاورنج، الاورنج بشوف هيك وبشوف هيك، يعني عندنا سي بار دي بار وسي دي بار، مين بصفي عندنا الدي بار لحالها صح. ونيجي نطلع هيك، طيب نكمل احنا حكينا وصلنا لعند هان كيف نقرا وضع واضح سي دي بار سي بار دي بار، شو بصفي من هاي اللي هي مين الدي بار. لما نطلع هيك حنشوف عندنا اي بار بي بار وهنا اي بار بي، البي مع بي بار بروحهم مع بعض بصفي عندنا مين الاي بار زي ما احنا شايفين. الحد اللي بعديه لهنا او الجروب اللي بعديه نفس الشيء حيطلع عندي هنا هاي الدي بار، طبعا لما اطلع هيك حشوف عندي اي بار بي واي بي، اروح الاي مع الاي بار بصفي عندنا مين البي. ففي نهايه المطاف حيطلع عندي سي بار زائد اي بار دي بار زائد بي دي بار، هذا اللي طلع عندنا الموست مينيمايز اس او بي. لاحظ هنا مبينت عندي هنا اهميه الكي ماب، مع انه مبين عندي انا البولين اكسبريشن هذا كثير ضخم وهذا يرمز لوجيك سيركت برضه كثير ضخمه، يعني ممكن تتخيل قديش عدد اللوجيك جيتس في هاي وقديش عدد اللوجيك جيتس في هاي، يعني بالفعل هنا الكي ماب اثبت لنا اللي هو ايه فعاليتها. طيب تعال نعطي امثله مباشره اكثر على موضوع الفور فاريبل كي ماب. السؤال الأول هام عملية الجروبين، هل وحدات موجودة؟ أجيب الموست مينيمايز اللي هو اس او بي. طبعا مباشرة شو هنعمل؟ هناخد الثمانية اللي هام. طبعا المجموعة الثانية أخذ الأربعة هدول غلط، لأن ممكن أخذ الأربعة هدول مع الأربعة اللي هام فأكبر المجموعة، عدد الوحدات في المجموعة. فنيجي عندنا هام، هذا شو بصفي عنده لما نطلع هيك؟ سي بار دي بار سي بار دي، حيصفي عندنا سي بار والمجموعة هنا هيك سي بار دي بار سي دي بار، يعني اللي هو هيك دي بار. فشو حيطلع عندنا هان سي بار زائد دي بار، فالموست مينيمايز اس او بي لهدول سي بار زائد دي بار. طيب نطلع على المجموعة اللي هان، هذه نقطة ملاحظة مهمة. أول شيء أنا إيش بقدر أعمل؟ بنفع آخذ الستة هدول؟ بنفعش. بنفع اخذ الاربعه هدول؟ بنفع، هي اول اربعه. بعدين الواحد اللي هان شو ممكن اعمل؟ هذول الوحدات اللي هان طبعا الحل الوحيد ان اخذ الاربعه مع بعض، بنفع بنفع لانهم هذول الاربعه adjacent، هذه ملاحظه مهمه انتبهوا لها. هاي المجموعه الثانيه، المجموعه الثالثه اللي هي ايه؟ بنفعش اخذ الاثنين مع بعض، اما باخذ الاربعه مع بعض او باخذهم هيك، مش حيفرق معي في عدد الفاريبل في التير. ممكن ناخذهم ايه؟ زي هيك مثلا ما فرقاش. الان نيجي هنا هيك و تعال بدنا نقرا في ايش في الترم، يعني مثال حجب الاول المجموعه هاي شو بتشوف عندنا هيك سي بار دي سي دي، حيطلع عندنا هنا هاي دي، وعندنا هنا هيك حيشوف عندنا اي بي فعندنا بي دي. نيجي على هاي، هذا بتشوف عندنا سي دي بار سي بار دي بار يعني دي بار، وبتشوف عندنا هيك اي بار بي بار اي بي بار يعني بي بار. هذا اللي بالازرق هنا هيك بتشوف عندنا هيك سي بار دي بار سي بار دي يعني سي بار، وبعدين بتشوف عندنا هنا هيك بي. فصفى عندي الناتج النهائي بي سي بار زائد بي بار دي بار زائد بي دي، هذا طبعا الموست مينيمايز اس او بي. تعال نشوف هاد، هاد شبيهة جدا بهاد. لو عايزين نعمل جروبينج فبقول لي هنا الجروبينج هنا بيختلف، هذا اخذ الأربعة لحال، والصح إن أنا آخذ مين؟ الأربعة اللي هان
مع الأربعة اللي هنا. صفحة كمجموعة معي مجموعتين. برضو هذا غلط. ليش؟ لأنه وين الغلط؟ في هذا. ليش؟ بقدر أكبرهم. نعم، أنت ممكن تعمل هذه هيك. 8 بنفع ولا بنفعش؟ طبعا بنفع. هاي عندنا 8 ايش؟ زي هيك. فصارت عندي مجموعتين، كل مجموعة مكونة من 8 وحدات. فاجي باللون الأزرق هنا، هذه عبارة عن ايش؟ حتصفي لي بي، واللي هذول هيك حيصفوا لي مين؟ دي بار. هنا هيك دي بار. فايش صار عندي الناتج النهائي؟ حيصفوا عندنا هان دي بار زائد بي. طيب ملاحظة هان، لاحظ إذا كان عندي المجموعة هان فيها عدد واحد فقط من الوحدات، حيطلع عندي عدد الفاريبل في الترم 4، على في حالة الفور فاريبل كيما. إذا كان عندي عدد الوحدات 2 حيعطيني عدد الفاريبل في الترم 3 فاريبل. إذا كان عندي 4 وحدات حيعطيني 2 فاريبل. إذا 8 وحدات حيعطيني فاريبل 1، وإذا 16 طبعا حيكونوا كلهم ايه؟ وحدة. طيب خلينا نحل هنا سؤال بالتوضيح. تعال نحل السؤال هنا مثلا، شو طلب مني؟ قال لي get the most minimized SOB and POS. بالأول تعال نحل موضوع مين؟ الـ SOB. هذه الخريطة جاهزة، كتبتها لمين؟ للأسوبي. شو هنعمل؟ عملية جروبين. فأول شيء هنأخذ عندنا هاي الثمانية هيك، بعدين شو هنعمل؟ هنأخذ الاثنين هان مع الاثنين اللي هان. طيب في الحالة هاي شو هيصير معنا؟ عايزين نقرأ هذا الجروبين اللي هان، هيعطيني سي بار دي بار سي بار دي، يعني هيصفر لنا مين؟ سي بار. هذه المجموعة هنا هيك حتشوف عندنا اي بي و اي بي بار، بصفر لنا الاي. مين بصفر لنا هنا هيك؟ سي دي بار و سي بار دي بار، يعني الدي بار، فصارت دي بار. فالموست مينيمايز اس او بي يساوي في الحالة هاي سي بار زائد اي بي بار. تمام؟ لو عايزين نجيب الان موست مينيمايز بي او اس، طبعا دير بالك ما دام الموضوع بي او اس بدنا ايش؟ نحول. هندخل في عالم البي او اس. اول شيء انا لازم اطلع على مين؟ على الاصفار. انا عايز الاصفار، بدي اعمل جروبنج للاصفار. طيب بعدين انا عندي هنا بدي اعدل هذول، هذا حتصفي سي زائد دي، هذا حتصفي سي زائد دي بار، هذا حتصفي سي بار زائد دي بار، هذا حتصفي سي بار زائد دي. بيجي هنا هذا حتصير اي زائد بي. هنا عندنا A زائد B بار، هنا عندنا A بار زائد B بار، هنا عندنا A بار زائد B. عايزين نعمل جروبنج لمين؟ للوحدات. فنعمل الجروبنج الأول أربعة هيك، وهدول الأربعة التانيين اللي هيك. موضوع مباشر وواضح. الأربعة اللي هنا شو بيساووا؟ طبعاً حيسكروا معي وبيا بصفي عندي C بار زائد B بار. الأربعة اللي هنا بصفي عندي هيك مين؟ سي بار، طبعا لازم نضيف الزائد. لما اجي هان مين بروح مع مين؟ البي مع بي بار، بصفر عندنا مين؟ الاي. فالموست مينيمايز ها بي يو اس حيعطيني شو؟ هيك احنا خلصنا. اي زائد سي بار مضروب في مين؟ سي بار زائد دي بار. هذا بالنسبه لي الحل. هذا السؤال هان، طبعا مش حل السؤال اللي هان، خلص واضحه الصوره. بس خلينا نطلع في مثال بعدين في الاكسل. خلينا نحل برضه سؤال من هنا لأن هنا ايش الصورة وضحت. تعال نحل السؤال اللي هنا. السؤال اللي هنا لو عايز اجيب ال اس او بي ستاندرد اس او بي ستاندرد سوري موست مينيمايزد اس او بي، ها حعمل جروبين. كيف الجروبين؟ طبعا هاي الجروب الاول، هاي الجروب الثاني، وهذا لحاله فيش امكانية اللي هنا ازيد عدد الوحدات في المجموعة، فيش مجال. طيب عايزين نقرا الان المجموعة اللي هنا شو حتساوي عندنا؟ حتعطيني A بار B، وعندنا هيك حتصفي C بار. نيجي على هذه هيك عندنا حتعطيني A بار
سي بار دي. نيجي على هاد طبعا هيعطيني فور فاريبل اللي هم مين؟ اي بي سي دي بار. شايف كيف لما يكون عدد الوحدات عندي في المجموعه واحد هيعطيني اربع فاريبل. طيب ايش بعمل فيهم الان؟ الموست ستاندرد الموست مينيمايز اس او بي هيعطيني اي بار بي سي بار زائد اي سي بار دي زائد اي بي سي دي بار. لو عايزين احنا نجيب الموست مينيمايز بي واس طبعا على نفس التيبل طبعا شو بدنا نعمل؟ بدنا نعدل بعض الامور في الخريطه نفسها كالتالي. اول شيء لازم اعبي هدول هنا الوحدات نفس فكره التروس تيبل زي ما شفنا، وهدول بدي اعدلهم. هذه حتصير سي زائد دي، هنا حتصير سي زائد دي بار، هنا حتصير سي بار زائد دي بار، هنا حتصير سي بار زائد دي، هنا حتصير اي زائد بي، اي زائد بي بار، اي بار زائد بي بار، اي زائد اي بار زائد بي. نعمل عملية الجروبينج. الجروبينج عندها طبعا احنا لازم ناخذ الاربعة هذول، هاي خيار حل، هاي طريقة واحد. حناخذ عشان نسكر هاي، حناخذ هذه هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي المجموعة الثانية. مين صفى عنا؟ صفى عنا الآن اللي هم مين الأربعة هدول؟ هناخذهم مع بعض. هيك احنا كل الأصفار صاروا ينتموا لمجموعة، وهذا هو الحد الأقصى من المجموعة. طيب عندنا ثلاث مجموعات، أعطينا ثلاثة تيرم. يجي الحد الأول هنا هيك شو بساوي؟ سي زائد دي، سي بار زائد دي، شو يعني بصرف هير؟ دي. طيب نكتب باللون الأسود، اللون الأزرق مش واضح، بحكي عن هاد، هي دي زائد. بتطلع هي كانت في عندنا اي زائد بي، هان اي بار زائد بي، يعني حيصفي عندنا مين؟ بي. هاي المجموعة هذه، المجموعة هاد مباشرة سي بار زائد دي بار. نيجي على المجموعة اللي هنا هيك، عندنا سي زائد دي، سي زائد دي بار، فحيصفي عندنا هنا سي زائد بطلع هيك نشوف اي بار زائد بي بار، هان اي بار زائد بي، بي مع الاي بار، بي بار، بصفي عندنا مين؟ اي بار. فصار عندي انا الموس مينيمايز بي او اس اللي هي اي بار زائد سي مضروب ب في سي بار زائد دي بار مضروب ب في بي زائد دي. واضح؟ نحل السؤال هنا، ولا اعتقد حنسيب لكم اياه السؤال اللي هنا. طبعا انا خلينا اعمل الجروبنج وبس، يعني احنا هنعمل جروبنج في هذا، حيكون عندنا هيك هذه كالاس وبي وهدول الاربعه اللي هنا. بالنسبه للبي او اس طبعا احنا نطلع على مين؟ على الاصفار. في حاله الاصفار اللي هنا شو الجروبنج اللي عندنا؟ هذول الاثنين مع هذول الاثنين، وهذول الاثنين مع هذول الاثنين، يعني فقط عندي مجموعتين، كل مجموعه فيها اربع اصفار. بعدين نقرا الترم بتاعت الاس وبي، نقرا الترم بتاع البي او اس ونسجل عندنا هنا هيك. هيك بنكون احنا خدنا او خلصنا موضوع الكي ماب، الثري فاريبل كي ماب، بشقيها البي او اس او ثري فاريبل بي او اس كي ماب، وثري فاريبل اس او بي كي ماب، وفور فاريبل بي او اس كي ماب، وفور فاريبل بي او اس كي ماب. طبعا حننزل اسئله الواجب تكون شامله عشان توضح كل النقاط. يعطيكم العافيه.